مناجاة للإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما. مناجاة الخائفين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إلهي أتراك بعد الإيمان بك تعذبني، أم بعد حبي إياك تبعدني، أم بعد استجارتي بعفوك تسلمني، أم بعد رجائي رحمتك وصفحك تحرمني. حاشا لوجهك الكريم، حاشا لوجهك الكريم أن تخيبني، ليت شعري أل الشقاء ولدتني أمي، أم للعناء ربتني، وليتني علمت أمن أهل السعادة جعلتني، وبقربك وجوارك خصصتني، فتقر بذلك عيني وتطمئن له نفسي. إلهي هل تسود وجوها خرت ساجدة لعظمتك، أو تخرس ألسنة نطقت بالثناء على مجدك وجلالك، أو تطبع على قلوب انطوت على محبتك، أو تصم أسماعا تلذذت بسماع ذكرك في إرادتك، أو تغل أكفا رفعتها الآمال إليك رجاء رأفتك، أو تعاقب أبدانا عملت بطاعتك حتى نحلت في مجاهدتك، أو تعذب أرجلا سعت في عبادتك. إلهي إلهي لا تغلق على موحدك أبواب رحمتك. إلهي نفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمير انعقد على مودتك، كيف تحرقه بحرارة نارك؟ إلهي أجرني من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان، يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار يا ستار يا غفار، نجني برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار. إذا امتاز الأخيار من الأشرار وحالت الأحوال وهالت الأهوال، وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.